آسر ياسين، ممثل مصري معروف، تخرج من كلية الهندسة لكن لم يعمل بها لفترة طويلة، وبدأ مشواره الفني بجانب الفنانة الراحلة سهير البابلي، واشتهر بدور عمر الذي قدمه خلال مسلسل ميت وش. ولد الفنان المصري آسر ياسين في يوم 25 فبراير سنة 1981 في محافظة القاهرة لعائلة مصرية تعمل في مجال الهندسة، فوالده هو المهندس فؤاد ياسين الذي ينحدر من محافظة سوهاج في صعيد مصر، ووالدته منى الدغيدي التي ولدت في محافظة بورسعيد وتعمل أيضا كمهندسة، ولديه شقيق واحد فقط يدعى إسلام، تخرج من كلية الهندسة. درس آسر ياسين جميع المراحل الدراسية في القاهرة إلى أن تخرج من الثانوية العامة بمعدل 100%، جعله يكمل دراسته في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة بسبب حب العائلة لهذا المجال. وتخرج آسر من الكلية سنة 2004 بعد أن تخصص في الميكانيكا. عانى آسر ياسين خلال فترة الجامعة من قلة المال، الأمر الذي جعل والدته تبيع جزء من مصوغتها الذهبية حتى يتمكن نجلها من استكمال دراسته، كما عمل النجم المصري وقت الدراسة لنفس السبب. وبعد تخرجه من الجامعة قرر آسر العمل في نفس الجامعة، حيث عمل معيدا لمدة ترم واحد فقط، ثم انتقل للعمل في كبرى الشركات المصرية في مجال الهندسة. بدأ النجم المصري مشواره الفني بعد أن نصحه شقيقه بدخول هذا المجال، على الرغم من وجود معارضة شديدة من والده، إلا أنه استطاع أن يثبت نفسه لهم بعد أن طلب من والده أن يسمح له بالتمثيل ولو لمرة واحدة. بدأ في العمل بداية على المسرح، وبالتحديد سنة 1998 عندما شارك في مسرحية سليمان الحلبي، لكن انطلاقته الحقيقية كانت عندما وقف أمام الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وذلك في عام 2005 من خلال مسلسل قلب حبيبة. تابع آسر ياسين مشواره وظل يقدم الأدوار البسيطة لمدة طويلة إلى أن أصبح واحد من النجوم الكبار في عالم الدراما المصرية، ولعل أشهر أعماله مسلسل بميت وش، والذي قدمه برفقة الفنانة نيلي كريم، وجسد شخصية عمر التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الدراما مؤخرا، كما قدم بطولة في مسلسل سوتس بالعربي، والذي عرض لأول مرة في الموسم الرمضاني الماضي عام 2022 بالمشاركة مع الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك. قدم الفنان آسر ياسين الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة، إلى أن حصل على دور بطولة نال من خلاله استحسان الجمهور. ومن أبرز أعماله التلفزيونية مسلسل لحظات حرجة وعمارة يعقوبيان، الجماعة في جزءه الأول، لهفة، ألف ليلة وليلة، العهد، 30 يوم، في كل أسبوع يوم جمعة، الاختيار. أما أعماله السينمائية فقد شارك في فيلم إحنا تقابلنا قبل كده، فرش وغطى، لمؤاخذة، أسوار القمر، تراب الماس، ولاد رزق في جزءه الثاني، هبتة، صاحب المقام. تزوج الفنان آسر ياسين من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى كنزي، وذلك في شهر أكتوبر سنة 2012 بعد قصة بدأت عن طريق الصدفة، عندما طلبت كنزي من إحدى صديقاتها التعرف عليه بعد أن رأته في أحد أعياد الميلاد لصديقين مشتركين. وعلى الرغم من أن كنزي تخرجت من الجامعة الأمريكية في القاهرة، إلا أنهم تعرفوا بعد التخرج وأنجبوا ولدين وهما طاهر وأمين، وفي عام 2020 رزقوا بابنهم الثالث زين. وبعد تألقه في العديد من الأدوار وتحقيقه شهرة واسعة وظهور زوجته معه في بعض المناسبات، تعرضت الزوجة لتعليقات ساخرة وجارحة بأنها ليست على قدر كبير من الجمال. وبسبب هذه التعليقات لم يسكت الفنان الشهير على هذا التنمر، ورد بنشر صورة أخرى لزوجته وعلق عليها قائلا: أراها أجمل امرأة في العالم، ويكفي وجودها بجانبي وما فعلته من أجلي في حياتنا الزوجية. وكشف آسر ياسين بعض ما يجذبه في المرأة قائلا: أكثر شيء يجذبني لأي بنت أتقرب منها هو الذكاء، وأقدر جدا المرأة المستقلة التي تتحمل المسؤولية بمفردها وتعمل وتصرف على نفسها
ومهتمة بشكلها ومن غير احتياج لأي أحد، وأكد أنه وجد كل هذه الصفات في زوجته كينزي.